يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، البلاد التي يطول عليها الليل أو النهار 6 أشهر مثلا، كيف تكون صلاتهم وصيامهم؟ البلاد التي يطول ليلها ونهارها إن كان في خلال 24 ساعة يمر عليهم ليل ونهار، وإن كان قصيرا فهم يصلون صلوات الليل في الليل ولو كان قصيرا، ويصلون صلوات النهار في النهار ولو كان طويلا، والصيام كذلك، يصومون النهار ويفطرون بالليل. أما إذا كان لا يمر عليهم خلال 24 ساعة لا يمر عليهم ليل ونهار، فهؤلاء يعتبرون بأقرب البلاد إليهم، يأخذون بتوقيت أقرب البلاد إليهم التي فيها ليل ونهار. هذا ما توصل إليه المجمع الفقهي والمجامع الفقهية وهيئة كبار العلماء، هذا الذي توصلوا إليه. نعم.